لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لدفع المكائد إلا هو، وما حب المحبين في الكونين إلا هو، وما مراد الواصلين في الدارين إلا هو، الناس كلهم ضعفاء إلا هو، والناس كلهم فقراء إلا هو، لا واحد ولا ماجد إلا هو. أشهد أنه الله، أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير من صلى وصام وقام وعبد ربه وحج واعتمر إلى أن قال في قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فصلوات ربنا وسلامه على هذا النبي الأمين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله تبارك وتعالى ومن فضله علينا أن وفقنا وجمعنا أن أدينا صلاة العصر في جماعة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا من أجل صلاة العصر مع الجماعة التي تعدل 27 درجة بخلاف البيت. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه نجد كثير من الناس في مواضع مختلفة، منهم من في يعني في هذا الوقت بالخصوص، ان هناك من هو موجود اليوم في المشرحه، ومنهم من موجود في العنايه المركزه، ومنهم من هو موجود تحت المقابر، ومن هو موجود في غرفه العنايه احنا نقول الكوما، عنايه مركزه لا يستطيع احد ان يزوره ولا يتكلم معه ولا حتى ان يتناول الطعام لا يستطيع. فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن كرمنا كل واحد، الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك هناك أصحاب تحت القبور، أجسام بالية، يتمنون من الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهم لحظة في حياتهم. تمنى سيدي رب العالمين هذا الدوريج يجن تمينوت وهذه راه ما تسن تقول نسن ديز دكا الروح ني باش هذه نيجو ما لا اله الا الله هذا حق راهو ندر نسن اي نيت تاتزي سيدي رب العالمين ودا بي غير خاطر السوق مازال ما السوق تاع عرب الخوف نبي نشوف العربيه وش واخا سيدي يا هناك من في تحت القبور ومن تحت الارض يتمنون من الله سبحانه وتعالى ان يعيدهم الى الدنيا حتى يقولوا كلمه واحده، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ومنهم من يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سوش بيت ما نشتغى حيش إسلام يشتغى دري إسلام يشتغى يا عيسى وانت غا عبدنا بنت واسمين يتغير هذه المسائل الدنيا الله أعلم كل جن الزيت، ولكن الحمد لله نتصل رب العالمين ان يجعلنا هداة مهتدين. ثم كذلك الحمد لله سيدي رب العالمين انا من غيان زي الامه قالت امه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس زيد تامرون، لكن بشرط تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من فضل الله سبحانه وتعالى ان جعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذو أنبياء، فما بالك بالناس؟ أنبياء يتمنون أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك تعريف بسيط إن شاء الله عن الله تبارك وتعالى، من هو الله؟ من هو الله؟ الله تبارك وتعالى هو الذي نجى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار. يعني إحنا لما نتحدث عن النار ليس كنيران هذه الدنيا، ليس كأي نار يعني تنظر إليها، هي نار اشتعلت منذ أكثر من شهر هم يجمعون في الحطب من أجل أن يحرقوا نبي الله عليه الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم.
كانوا ذات يوم في 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 حفلة أو في غرفة رقص، استدعوا نبي الله إبراهيم عليه السلام وقالوا له يعني تعال معنا حتى نستمتع وكذا، وقال لا أبا إبراهيم عليه السلام. فجأة يعني لما فرغوا من 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 حفلتهم رجعوا إلى المعبد الذي يتعبدون فيه تلك الآلهة، فماذا وجدوا؟ وجدوا كل تلك الآلهة تكسرت، يعني كسروا الآلهة، يعني الآلهة كلها كسرت ما عدا إلا كبيرهم. لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ فجاء الرد، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وسألوا إبراهيم عليه السلام أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وماذا يعني حتى ظن حتى تأكدوا من أن إبراهيم عليه السلام هو صاحب الفعل، ماذا فعلوا؟ قالوا فألقوه في الجحيم، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأخذوا يجمعون في الحطب، نجمعنا الكشواط، وصل شهر نجمع الكشواط، إلى أن الملك يعني فرض عليهم كل بيت يأخذوا يعني عدد من الحطب، فأخذوا يجمعون الحطب وبنوا تلك الـ 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 يعني ما يقارب بالجبل وهي من حطب، ثم أشعلوا النار ووضعوا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منجنيق حتى لا يحترقوا، وضعوا إبراهيم عليه السلام فألقوه في النار، وجاء إليه الملكان جاء إليه الملائكة وسألوه يا إبراهيم يعني هل تريد من مساعدة، هل تريد من منقذ، هل تريد من مسعف، هل تريد أن أحد يساعدك؟ قال أما إليك فلا. وجاء إليه ملك ثاني وقال يا إبراهيم أنا ملك المطر، إن شئت أطفأت هذه النار. قام أما إليك فلا. وجاء إليه ملك الرياح وقال يا إبراهيم إن شئت أن أطبق هذه النار على وجهين فأحرقهم بها. وقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا، أما إليك فلا، ولكن قال حسبي الله ونعم الوكيل. فألقوه في النار، فقذفوه في النار. لما قذفوه في النار نادى الله تبارك وتعالى على هذه النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أخذت هذه النار يعني كانت لها أمنا وطمأنينة وسكينة وراحة وجنة، وكانت له جنة في وسط النار. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان لديه اليقين التام، تغص اليقين الإيمان الصادق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في النار، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في النار، ولا هو الذي يتحكم في شدة حرارتها. ومع ذلك الإيمان غستغاد ونتيج جنسنا إبراهيم عليه السلام وتحقق في السير. ولما يعني أطفأت هذه النار جاء إليه النمرود وقال يا إبراهيم ما هي أفضل الأيام في حياتك؟ من احنا الايام احسن ايام ذي الحياه؟ من سيدنا ابراهيم ان احسن الايام ذي الحياه نوح يوم ذي تغدي مسي، احسن الايام هي التي لما كنت في النار. ابراهيم عليه السلام لما نادى الله تبارك وتعالى على النار ان كوني بردا وسلاما على ابراهيم، كل نيران الدنيا يعني لم تنضج الطعام في تلك الايام مخافة أن الله سبحانه وتعالى قد وجه إليها هذه الكلمة، يعني أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني النار لا تحرق إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك السكين لا يقطع يدك إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما جاء أن إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو قال؟ قال يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذلك اليقين التام، ذلك الإيمان الصادق الحمد لله. ثم لما أخذ إبراهيم عليه السلام فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. الله سبحانه وتعالى يعني إبراهيم لما صدق في إيمانه أخذ السكين حتى يذبح سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأخذ الملائكة تلك السكين فرموها في مكان بعيد. هذا هو السكين، لا يذبح إلا بإذن الله عز وجل. كذلك النار لا تحرق إلا بإذن الله عز وجل، وكذلك الماء لا يروي العطش إلا بإذن الله عز وجل.
ولما برز لجالوت وجنوده حتى في قصة جالوت وجنوده في سورة البقرة قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. هذا يعني لجل حديثنا يدور أن النار لا تحرق إلا بإذن الله عز وجل، وكذلك السكين لا تحرق إلا بإذن الله عز وجل، وكذلك الماء لا يروي العطش إلا بإذن الله عز وجل. هذا النبي قال لقومه أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاكم بهذا النار فلا تشربوا منه، فأخذت طائفة ضعيفة شربت من ذلك النار، وفئة صادقة يعني كان فيها إيمان يعني أخاف الله تبارك وتعالى لم يشربوا من ذلك النار. وبعد حين الذين شربوا من الماء زادهم الله سبحانه وتعالى عطشا على عطشهم، والذين لم يشربوا الماء الله سبحانه وتعالى روى عطشهم بدون أن يشربوا الماء. يعني الله سبحانه وتعالى هو المتحكم بالأسباب، خالق بالأسباب وخالق من غير الأسباب، والله سبحانه وتعالى يرزق بالأسباب ويرزق بغير الأسباب. ثم كذلك كذلك الشمس لا تشرق إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كل الأشياء في هذا الكون إلا لا يجري إلا بأمر الله تبارك وتعالى. الشمس لا تشرق إلا بإذن الله ولا تغرب إلا بإذن الله، وكذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري بأرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم كذلك الله تبارك وتعالى من عظم الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، من الذي يأتيكم بضياء؟ إن الله سبحانه وتعالى إن لم تشق الشمس. ثم كذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت فيهم صفات يعني بها تمسكوا حتى عاشوا سعداء وعاشوا سبحان الله أغنياء بدون قصور، وعاشوا أغنياء بدون مال، وعاشوا ملوكا وعاشوا أثرياء بدون مال. الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الصفات يعني من هذه الصفات هي الكلمة الطيبة. ما هي الكلمة الطيبة؟ هي قول كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هذه هي مقصودها يعني لا أحد يستحق العبودية، لا معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى، والمقصود منها أنه لا أحد ولا خالق ولا رازق ولا هالك ولا محيي ولا مميت إلا الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي، الله تبارك وتعالى هو الذي يميت، الله تبارك وتعالى هو الذي وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصبرا، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي إليه ترجعون. إقرار العبودية لله عز وجل. الله تبارك وتعالى ليس محتاج، لكن الخلق كلهم محتاج، البشر كلهم محتاج، الملك محتاج، والوزير محتاج، ورئيس الجمهورية محتاج. الله سبحانه وتعالى له الكمال وحده، هو غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى يرزق بالأسباب ويرزق من غير الأسباب. الله سبحانه وتعالى يخلق البشر بالزواج ويخلقهم من غير زواج، كما خلق الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام، خلق آدم عليه السلام بدون أب ولا أم، وكذلك خلق عيسى عليه السلام بدون أب. هذه معجزة الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على بكل شيء. وكذلك هذه الكلمة التوحيد، هذه كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة يعني هي أن تقر أن الأمر كله لله، إليه يرجع الأمر كله، وهو المتحكم. الأمر يحكم في السماء قبل أن يحكم في الأرض، إذا قال لشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه حافية، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم حبة الرمال، ويعلم عدد سكان السماء والأرض، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم كذلك يأتي من فضائل هذه الكلمة، من هذه الكلمة أن الواحد يعني الذي يتيقن بها
ويتمسك بها ويؤمن بها إيمانا صادقا خالصا لله عز وجل بهذه الكلمة، يكون إيمان، يكون قلبه مرتاح جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله بخلق ضر فلا يكشف عنه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يهين الله فما له من مكرم. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهين إنسان فما له من مكرم. ما رصد رب العالمين ولا غيب هذا شيء الجن أرغيسه وغاد ما قواجه ويتغيس يعني قد وانت النبي صلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المتحكم والمتفرد في صفاته سبحانه وتعالى، واسمى نفسه العليم والحكيم. ثم كذلك يأتي من هذه الفضائل، من فضائل الذكر، كلمة لا إله إلا الله الذي يقول الله تبارك وتعالى، يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. الذي يداوم عن الذكر فهو في مقامة عليا عند الله تبارك وتعالى، كما قال في حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وقال في حديث قدسي آخر: أنا مع عبدي إذا تحركت بي شفتاه. ثم كذلك قال الله تبارك وتعالى: أنا جليس عبدي إذا ذكرني، أنا جليس عبدي إذا ذكرني. فهذه الأذكار الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. هذا الذكر قلوبنا تصدأ، قلوب الإنسان تصدأ كما يصدأ الحديد، فهذا الحديد إذا صدأ فعليك أن ترشه بمواد كيماوية حتى يذهب عنه الصدأ، فصداء قلوبنا فهو هي الذنوب والمعاصي. حتى ننظف قلوبنا فعلينا بذكر الله تبارك وتعالى. الذكر الله سبحانه وتعالى هي من صفات المؤمنين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال من فضائل الذكر، حتى الإنسان لو قال هذه الكلمة، لو ذكر الله سبحانه وتعالى مرة في حياته لا إله إلا الله، يأتي من إذا دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة، ينادى من قبل الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي أخرجوا من النار من ذكرني يوما وخافني في مقامي. يا ملائكتي أخرجوا من النار من ذكرني يوما وخافني في مقامي. ثم كذلك الله تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا قالها. هي الأذكار يعني دواء للصدور، شفاء لما في الصدور، الأمراض الباطنية. إذا كان مثل واحد يحس كلها أذكار، الأذكار الله كثيرة، مثلا قل لا إله إلا الله واستغفر الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ذكر الله. هذه الأذكار كل واحد لها مميزتها، مثلا كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: الواحد مثلا أراد الولد كان عقيما وأراد الولد، وكان فقيرا أراد المال، ومثلا المطر لا ينزل، فهناك دواء، فهناك حل. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحمد لله كما قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا بالكتاب من شيء. وردي الجر وردي جنة مسترش ويقيم حسد السور الله تبارك وتعالى. ثم كذلك عندنا كلمة لا إله إلا الله وتتبعها محمد رسول الله. محمد رسول الله معناها أي أن كل الطرق تؤدي إلى المهالك إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الفوز والفلاح. مثلا قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت تحب الله فعليك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وصفاته وأفعاله وكلامه مع الناس وخلقه مع الآخرين، مع الصغير مع الكبير، إذا كنت تحب الله تبارك وتعالى. ثم إذا أعددنا مثلا اليوم كم فيه من ساعة؟ في 24 ساعة. هذه 24 ساعة يعني كم من مدة، كم من ساعة نعطيها لله عز وجل؟
شحال ساعتين يتوش الشين يصير رب العالمين غانغ نحب سيدي خمسة نص صلوات غانغ دي النهار المغرب وخمس دقائق كذلك في العشاء مران قال إحصائية كم من مدة زمنية الشين عبد سيدي رب العالمين غانغ هال باش توني غانغ فراهين مينوت وها مارس الخوش وعقع 40 مينوت يلا سيدي اتنكدور الشين سيدي اتنكس النوافي القاع اتنكس النوافي مارين قلت النوافي ولا داش تكات ساعات وهاد 23 دقيقة هاد 23 ساعة شنو كدير فيها؟ ها؟ شنو هو المعمول في هاد 23 ساعة؟ شنو هي الأعمال التي تعملها في 23 ساعة؟ هذه المدة. النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء جعل له حل. كورج حاجتي قسم النبي صلى الله عليه وسلم حلمت. مرة الإنسان يحيي يعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهار نسمني كمرة يريد العبادة. نهار نسمي كمرة ذي العبادة كيف ذلك؟ الإنسان ما يروح حديث الإنسان إذا مثلا إذا ذهب إلى النوم فقرأ الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى ركعتين وقال أذكار الصباح وأذكار المساء وكذلك قال التسبيح الفاطمية سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة ونام عن جبهه الأيمن وسمح لجميع الناس أعفى وأصفح عن جميع الناس وقرأ سورة ياسين وقرأ سورة الملك وسبح واستغفر وتاب إلى الله عز وجل لما ينام في لما يكون في 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 في, في نومه كم ينام مثلا ينام 8 ساعات هذه 8 ساعات تكتب لك اجرا وثوابا لماذا لانك نمت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانك طبقت السنه اذا قصدت المراحل الدورات الدنيا وقلت الدعاء قبل الدخول وكذلك الخروج هذه المده ستكتب لك اجرا لله عز وجل اذا خرجت في الخارج وقلت دعاء الخروج خروج من البيت كذلك يكتب لك أجر من الله سبحانه وتعالى لأنك تعيش على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم كذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وكذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الله فمن تجل له وليا مرشدا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله الدنيا فانية لا يبقى فيها أحد سواء أي كان نسبه وأي كان جاهه فالمهم هو الإنسان يعيش على النبي صلى الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش على ويطبق شويه ولو بالقليل ولو بالقليل ماشي تكون انت ماشي حتى تكون ربيعه العدويه لا دار شويه نكتب الله وصفي شويه الخوف من الله عز وجل شويه التوبه شويه الرجوع لله شويه الاستغفار شويه النوافل واحد ما يخطش النوافل واحد ما يخطش الاذكار ويتوكل على الله عز وجل ويستغفر ويبكي ويتوب والحمد لله الله سبحانه وتعالى اكرمنا بهذا الشهر الفضيل اكرمنا بهذا الشهر المبارك هذه فرصة للجميع من ظلم أحدا فليطلب منه الصفح والعفو واللي كان مبتعدا عن الله فهذه فرصة حتى يتقرب إلى الله عز وجل من كان عاصيا فهذه فرصة حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى من لم يقرا القرآن في حياته فهذا شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه الأعمال تضاعف فيه الأعمال وكذلك تضاعف فيه السيئات نسأل الله السلامة والعافية ولهذا أيها المؤمنين جزاكم الله خيرا كل واحد يجعل له وردا يوميا كريج الزينق كل واحد منا يكون عليه لديه وردا يوميا مثلا يستخرج هذا العدد من التسبيح وعدد من التذكير وعدد من لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت هذا الشيء اللي كاين هذا حي وهذا ميت الذي يذكر الله كمثل الحي ومثل الميت دابا انت الا جيتي للصرايج جيتي الالماني تقول لي انا احسن منك يقول لك باش تقول لي بالاسلام قول نو كيف عمرك لا ترى بس انا كنطلع الصواريخ وانا نصنع السياره وانا ندير دا انت اش كدير وانت باش غادي تقول لي انا احسن منك تقول لي بالاسلام وانت اش كدير بالاسلام واش كتصبح واش كتستغفر واش كتصلي واش كدير شي نوافل واش كتصدق واش كتشوف شويه في الضعفاء والمتين واليتامى واش كتطعم المسكين واش كتفكر شويه اليتامى وكتفكر شويه الارامل وكدير شويه الصدقه وكتعاون لله في سبيل الله والاعمال ديالك خالصه لله عز وجل كتجدد النيه لله سبحانه وتعالى واش كتسجد شويه في الليل واش كتبكي شويه واش كتضرع واش كتندم على اللي فات
لا اله الا الله، هذه سبحان الله. هذا هو الواحد يفكر يرد باله يرد باله. اصحاب القبور يتمنون، شوف اصحاب الجنه واصحاب النار يندمون، كلهم يندمون، اصحاب الجنه يندمون واصحاب النار يندمون. علاش يندمون؟ اصحاب الجنه لم كذا، هذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحسر اهل الجنه، تحسر اكثر من ندمه، تحسر هو احد الجنه على لم يتحسر اهل الجنه على الا يعني اصحاب الجنه يندمون على لحظه مرت عليهم لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها، هذه هي الندم اللي يصحب الجنه. ولكن اصحاب النار شو كيقولوا؟ يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. اشكون كنا شغلنا؟ شكون اللي شغلنا على هذا الدين؟ اشكون اللي قلب لينا راسنا؟ شكون اللي بهدلنا؟ شكون اللي ضيعنا هذا التليفون؟ قد التليفون قي وير عقل يا عباد الله، ما ريس بور يذن، ما ريس نحقر، ما ريس بور يسكن غوز الجيب. واذا لغيت السنج من هذا؟ ويقال سوى يمين من قيق يتقوى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه من ثقة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وانت مزيان انت مقرد كلشي سجلت مانا الدقة مش يوين مش بهدرا مش مش ستون سيدي ربي العالمين، مين وذن مين تغا عبد ما ليش تغا ما لي تغا تيرها ولا انت ما غير حادي وغادي ما غير بسبيتا بقى معريك يكير معريك يكير خان يا ودي روح هذا تقيم ما ماشي تو غادي تسكن شمين تكير يا راه غادي تصدق حشا خني خني غيكا غادي يبدا غادي يزد شخر كواسي يقضى يسويس وبقى واجه هو غاسمي يقضى يقيم قاع غادي يصغي يخسر يا صغير خسر شادي يقضى كواسي ماشي تو غادي تو غادي تزاد جا ني غا قمومي وضعت وغا سقط غماس شادي قال لا 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 ماشي تو غادي تو غادي غماس ملي شتو غا الزين ملي تو غا ثم تبع رجاتي ولا تو غادي تزاد جا ولا تو غاسل الثمانيه ماشي ما غاش كذا كاع عباد الله كاع مانيش تو يا ولدي استني سمحه يا من يدير غدا ولدي استني سمحه يا ولدي نبغي سمحه يا ولدي نبغي انفات ولدي نبغي ثمانيه ماذا تقدر 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 والله يا عم تشي تنتحم انا زيد نتحاش وني وانت يمكن شو السوي رغبو خمار ولكن ديني منهم المؤمنون ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك ولكن نسال الله سبحانه وتعالى الثبات نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه ان يهدينا ويهدينا هذا الشهر سبحان الله تعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغاصي جنها من ذا القران النبي صلى الله عليه وسلم تغاصي جنها من ذا القران ديال حياه الناس ما يعني لها من الناس انت هو لها من الناس الدين الدين مش غيكن الاسلام مش غيكن يودانا دي ريد مسرمان مش غيكن يودانا دي سني ريد الايمان كان همه صلى الله عليه وسلم كيف الناس ياتيهم اليقين وياتيهم اليقين وياتيهم الايمان في قلوبهم وياتيهم الاسلام ويدخلوا في الاسلام كافه كافه قد وعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هما كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه وقالوا له ساحر وهو من؟ وقالوا له انت كاذب وهو من؟ وقالوا له وانت مجنون وهو من؟ الله صلى الله عليه وسلم ضربوه وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه حتى سالت قدميه الشريفتين من الدماء وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كسر له رباعيته وهو من؟ خير خلق الله، خير من مشى على قدمي، خير من مشى على قدمي صلى الله عليه وسلم. صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كان في ضيافة الرحمن. يقص يا رب العالمين في ضيافة الرحمن في الإسراء والمعراج باش هذه كتسلية باش النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفاح شويتوها. وانت من ترهم من ما ترهم من سي غاستو غادي نقارس يا ربي امتي 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 وجاء قبل من الله جاء الجواب من قبل الله تبارك وتعالى انا لا نحزنك في امتك يا محمد صلى الله عليه وسلم ايوا انت شتي نهار نهار انه في الاسلام موجود انه في كل شيء موجود عاد تفهم عاد جنتي يوداني واحد يقعد غاس مضرو يودان واحد السيمبول قيمه من الغروب واحد السيمبول قيمه الاسلام واحد السيمبول قيمه الاسلام يودان خاص الشيخ الاسلام الشيخ زعمود يوا الشيخ زعمود النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضوان الله عليهم كانوا في غزوه احد ما رجعوا من غزوتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جئنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالوا يا رسول الله واش ما كتشوف يا رسول الله ان العين ديالنا مقطعين والمصران خارجين على برا وواحد قطع عليه اليد وواحد قطع عليه
الرجال وكاين عاد الجهاد اكبر، واش كاين شي جهاد اكبر من هذا الشيء؟ قالوا نعم، قالوا الجهاد النفسي. الجهاد الاكبر هو جهاد النفسي. الواحد يجاهد نفسه. يجاهد نفسه خص الواحد هو اللي يستولي على النفس ديالو، ماشي النفس هي اللي تستولي على الانسان. قبل ما تتكلم اي عمل اي كلمه تصدر منك فعليك ان تراجع قبل ان تخرج منه. فاذا خرجت فلم ترجع فلا تستطيع ان ترده. ها كل عمل يغك لان النفس اماره بالسوء. قبل يغك شل العمل يخسر سيني غير نفسي نسبد شطوب نشي حكم واجب واش شمي حكم حتى نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ايوا نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. امين. هذا اليوم ان شاء الله درنا الصفه الاولى، هي الصفه الكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله التي كانت في الصحابه. والصفه الثانيه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله المره الجايه غادي نتكلموا على الصلاه. الصلاه ذات الخضوع والخشوع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. امين. ويجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر المعصوما. ويجعل اللهم فينا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم ادخلنا الجنه برحمتك وانجينا من النار بعفوك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.